مرحبا مشاهديني واهلا وسهلا متابعين، حياكم في قناتي. طبعا انا قناتي مختصة بالنباتات الداخلية المنزلية اللي تعيش في بيتي، اللي هو بارد ناشف بسبايب التكييف، السنترال شغال 24 ساعة طول السنة وما عندي شمس. المكان اللي انا اخترت فيه نباتاتي وهو اللي ما فيه شمس، طبعا الصالة والغرف وذيلة فيهم درايش فيهم شمس وكذي، لكن انا ما حطيت نباتاتي بالغرف، انا حطيت نباتاتي بغرفة الطعام علشان هذا المكان اللي انا راح اكون متواجدة فيه اغلب الوقت، وهو اللي اخترته انه يكون حديقتي. حطيت قليل من النباتات في الصالة، قليل من النباتات في المطبخ، وحطيت شوية خارجي عند مدخل الصالة الخارجي في دري، حطيت النباتات على الدري وشوية يم السيارة، فهذي على أساس أنهم يقدرون يتحملون جو الكويت، وما تحملوا وايد نباتات ماتت عندي برا، بس هم مو اهتمامي أنا، يعني أخاف عليهم، بس الجو شهر 7 و 6 و 7 و 8 حارين وايد والشمس قوية، ف يعني إذا ما احترقوا من الشمس نشوفهم من الهواء، ف مو مركزة عليهم، يعني إذا عاشوا عاشوا، إذا ما عاشوا قاعد أحاول. بعدين إذا خلصنا من سالفة الشمس والهواء الحار، تصير عندي مشكلة القطاوة أو القطط بسه ف يعني وايد كسروا نبطات، وايد كسروا أحواض، وايد حفروا تربة، أحط أرتب يكسرون، أحط أرتب يكسرون، فلا يعني ما أدري، ما شدني الموضوع، لكن أنا وايد مستانسة يعني، وحتى الخارجي ما اهتميت له يمكن من 2 تقريبا، لكن النباتات الداخلية مثل ما انتم شايفين وراي وحوالي عندي 4 أطواف فعلا متروسة كلها زرع. راح اصور لكم واحط لكم الصور هني، راح تشوفون هني، راح احط هني وراح اتكلم عن بدايتي مع الزرع. نقدر نقول كان يوم كان في قديم الزمان. عندي لكم ملاحظة قبل لا نبدأ الفيديو، حب اقول لكم ترى فيديو طويل في سوالف وايد، راح احط لكم صور تشوفون وتعرفون السبب ليش انا خليت الفيديو طويل. نتابع. كانت البدايه نبدي فيها من الصفر مثل ما يقولون، فراح نبدي وانا صغيره حيل، كنت صغيره، كان عمري بالتسعة ثمانية، كان ابوي رحمه الله عليه عنده حديقه منزليه بالحوش خارج البيت يعني، وكان ينتج فيها من أنواع الخضار وشوية فواكه، وكنت حابة أساعده بالموضوع، فصار مثل عندي الشغف بالموضوع، حبيت إن أنا أساعده، حبيت أشوف تطورهم ونموهم في، وكنا ناكل المحصول، كان عاجبني إنه شلون يعني على فترات، على مواسم، على نمو، على ذبول، على الموضوع كله يعني شدني. بدل ننتقل حق مرحلة انه كبرت شوية وصار عندي الموضوع انه دشيت بال14 15 سنة، اختي الكبيرة جابت لي اول نبتة، كانت نبتة بحوض يعني، فكنت مبهورة بهالموضوع، انبهرت ان نبتة تكون عندي داخل بالغرفة، يعني انا متعودة على حديقة ابوي اللي لازم احنا نطلع من البيت نروح ليل حوش نشوف النباتات، هالمرة صارت عند نبتة موجودة عندي بغرفتي، فوايد استانست حتى اتذكرها. كانت النبتة كانت من نوع الدفنباخية، وكانت بحوض وسط جميلة جدا، ما كنت اعرف اي شيء، اسقيها وخلاص اسقيها وخلاص، فكنت اروح المدرسة وارجع واعيش حياتي، وهذا هي الاقيها ذبلانة اسقيها ماي ترد تعيش يعني، فكان الموضوع ممتع. بعدين تطور الموضوع ان انا رحت شريت ثاني نبتة عندي الدفن باخية موجودة، قمت انا رحت شريت لي من انواع الفلودندرن اللي هي على شكل قلب الحب، اللي ورقتها جميلة وحلوة وفعلا عاشت
مع انك يعني بيت ابوي نفس القصه، كان البيت بعرض والسنترال شغال وهذا، لكن كانت عندي دريشه. اتذكر غرفتي كانت فيها دريشه كبيره، ف عاشت ومدت، حتى انا حطيتها على طاوله اتذكر، ومساعده اخوي وكذي سوت يعني صارت على امتداد السقف كله، مشت السقف كله، فحبيت الموضوع. بعدين خلصت يعني مرحلة اني انا اكون صغيرة، طبعا تزوجت وانشغلت وصار عندي عيال، وكانت في محاولات اني انا ارد حق النباتات بس ما كان في عندي وقت. وبعدين طبعا مع العيال مع الزوج مع الدوام وهذا، صعب ان الواحد يكون عنده شيء يعني يلتزم فيه غير التزاماته الأساسية. وبعدين بديت فعلا اني انا ارجع مرة ثانية حق هذا الموضوع، كان في سنة 96، وبديت اكون لي مجموعة من النباتات، ما كان في معلومات وايد، يعني مجرد انها تعيش وتموت تعيش وتموت تموت على القدرة، يعني سقيتها سقيتها ما سقيتها اكيد راح تموت يعني كانت. وطبعا مع انشغالي مع عيالي وهم لما كبروا وعيالي ولما دشوا الجامعة وغيره وشي وهذا، فكانت في التزامات وايد يعني، لين ما شاء الله الحمد لله كبروا كلهم، صاروا يعني بعمر انهم بدوا شوية خف التزامي معاهم، يعني خلاص قاموا يعيشون حياتهم. هني انا بدأت اني اكون لي مجموعة، وكانت سنة 2004. كان في نباتات، كان هني لو يعني بنلاحظ ان هني كان في مجموعه كبيره، لان اللي يدش بيتي كان يشوف انه عندك زرع عندك زرع، فكنت مستانسه بهذا الموضوع، كانوا شاغلين وقتي تقريبا، او اني انا استانس انهم يكونون معي. وطبعا النصائح مثل ما قلت لكم، ما كنت اعرف انه في شيء يوتيوب، ما كنت اعرف في شيء اسمه يعني، اهتماماتي بس حق عيالي وشنو هم يبون وشنو يبي بيتي وتمشي الحياة، بس اني انا اسأل عن الزرع بالنت وكذي ما وصلت، ما كنت واصلة هالمرحلة يعني في بهالسنة، مع انه ما عندي عندي نباتات يعني واسقيهم واهتم لهم وكذي. في 2016 هني صرت أيام وصار فعلا عندي نباتات، وكنت احاول ان هم يعيشون، كنت احاول ان اجذر ان اكثر ان اشوف ليش هي قامت تموت، قمت اهتم حق هذا الموضوع، وكنت احتار فيهم وليش ماتت، وقاعدة اتعب وقاعدة انظف، تبي ماي ما تبي ماي، تبي شمس شنو هو، ما كنت فاهمة شنو الموضوع، لكن كنت فاهمة ان لازم النبتة تعيش عندي، فكانت محاولاتي ان انا اخلي النباتات يعيشون، لكن كانت هي عندي مجموعة. وصار بعدين سنة 2018 صار الموضوع عندي جد، هني صار ان انا قمت حتى من يعني اهلي اللي يدشون بيتي يشوفون عايشة عندك زرع عايشة عندك زرع عايشة تحبين الزرع عايشة تشي وهذا يعني، فصار خلاص تعرفين حق النبتة، تعرفين شنو تقدرين تساعدين بهالنبتة شي شي يعني، بدأنا اشتغلت سالفة ان ليش ما تصورين، وبدأت بالانستغرام، بس مو انستغرامي هذا، في عندي كان اكونت خاص اللي بيني وبين اهلي ويعني كذي، كنت احط فيه نباتاتي، ولو تشوفون ما حد يعلق وما حد يحط لايك، في مشاهدة ما في لايك، ما حد كان مهتم بالموضوع كثري. وبعدين قمت أركز إني أنا أستانس على النمو وأصوره وأحط بالإنستغرام، أصور وأحط ونشوف هني البدايات، هني راح أحط لكم صور البدايات، إنه كان المكان شلون، إنه كانت النبتة شلون، شنو كانت اهتماماتي بالنبتات، وبدأت أيام أحط أحط، زادت المجموعة واحتاجت إضاءة أكثر، الحين بدينا إحنا يتطور عندنا الموضوع، شنو نسوي شنو نسوي. طبعا وزعتهم صوب الدريشه مثل ما انتم شايفين هني، احط لكم صور هني، حطيتهم يم الدريشه، حطيتهم وزعت في البيت، في البيت صار الموضوع لا يعني، طبعا بديت ان انا اهتم فيهم راح افتر على البيت كله،
راح افتح على المطبخ، راح افتح على الصاله وعلى الصاله الثانيه وعلى الغرف وعلى صوب الدريشه، صوب الدريشه الثانيه. فكان الموضوع مشتت. كان اقول تدرون شلون توزيع النباتات بكل مكان هذا جهد مشتت. قلت خلنا احطهم بمكان واحد، وكان في رف هو البدايه هذا نشوفه هنا، هو هذا اول رف حطيته. راح جبت لي الرف هذا الطويل وحطيت نباتاتي عليه، حطيت نباتات. بعدين كنت ازيد الارفف مثل ما تشوفون، قمت ازيد بالارفف، ازيد بالارفف يم بعض. بعدين رحت شريت ارفف ثانيه وتطور الموضوع حبيته. بعدين زوجي قال لي طقي لك يبي لك ارفف مثل ما انتم تشوفون هنا، خلينا نحط ارفف حطي فوقهم نباتاتك. شكرا زوجي العزيز. حطيت زين، انا حطيت الرف، حطيت فوقه نباتات، في تحت نباتات ما هو في لهم ضوء. امشي نروح لوازم العائله ونروح لوازم العائله ونحط الليتات من تحت النبات تحت الرف، يعني رف فوق النباتات اللي تعتمد على الاضاءه مال البيت، وتحت الرف في اضاءه حق النباتات اللي تحت الرف. كان اقول ها هما اربع اطواف، انا ابيهم اربع اطواف. طبعا طوفتين، هذه الطوفه والجبالي والطوفه هذه، وهني الطوفه هذه ارفف تفصل عن مكان التلفزيون. فالحين انا فعلا قاعده بين اربع اطواف كلها ارفف ارفف وارفف، وزدت ليتات وحطيت ليتات وحطيت كل نباتاتي هني. ماكو شيء يعني ما في نباتات بأي مكان ثاني، خليتهم كلهم موجودين هني قدام عيني أشوفهم. اللي حبيت إني أنا أهتم من أمسك نبتة النبتة اللي يمها تقول لي شوفيني، النبتة اللي يمها تشوفي تقول لي شوفيني. وهذه كانت بدايتي. طبعا الحين أنا وضعي طبعا غير، أنا الحمد لله صرت كبيرة بالعمر، عيالي كبروا وتزوجوا وصار عندي أحفاد. فأنا فاضية فاضية فاضية، ما عندي إلا نباتاتي تشغلني ومستانسة، أنا حابتهم صراحة. طبعا أروح زيارات وغيره، أروح سينما، أروح أطلع أتريق هذا، بس ردوني البيت أبي أروح. كنت أسافر قبل 2016 كنت ما أقعد بالديرة، الحين ما أطلع، الحين ما أبي أسافر. شلون على زرعي أسافر 5 أيام بس؟ وايد لا، أخاف زرعي يصير فيه شيء. يعني سافرت 10 أيام وعرفت إني شلون أتصرف معهم، بس الحين لا، الحين لا، الحين صار جوي اللي يريح بالي، اللي يونسني، اللي أحس نفسي أنا قاعدة أعيش وقتي الحلو مع نباتاتي. والحمد لله مثل ما أنتم شايفين قاعدة أربيهم، قاعدة أعتني فيهم على كثر ما أعطيهم قاعدين يعطوني. فأنا هذا وايد مستمتعة فيه. حبيت ان انا اصور هالفيديو حتى يكون لي مرجع، حتى اقدر ان انا اسولف فيه بعدين، ان انا عندي هذا الفيديو اللي مع نباتاتي زائد الصور اللي وريتكم اياهم. اتمنى لكم متابعه ممتعه ويوم سعيد. باي.